حكما اشترى جاكيت او نحو، ثم تبين له بعد ذلك انه من جلد الخنزير عزك الله. فإن كان عندك جاكيت من خنزير، من جلد خنزير، لا تلبسه، تخلص منه. هديه للنصراني، هديه اليهودي، أما أنت لا تلبسه للخلاف القائم في ذلك. وقوله أيما إهاب دبغ فقد طار رواية معلولة، لأنها بعمومها ستشمل الخنازير والكلاب، لكنها رواية معلولة. وأصل الخبر أن النبي مر على شاة لميمونة قد ماتت، فقال هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟